معايا عبر الهاتف الآن الأستاذ مصطفى الشامي رئيس نادي بلدية المحلة. يا فندم مشرف ومنور، سعيد جدا بتواجدك معايا. كابتن كريم تحياتي ليك وكل السادة المشاهدين، وحشنا كتير جدا جدا. دايما وحشني جدا، وزي ما قلت في البداية انتوا كنتوا دائما وأبدا مساندين وداعمين للكابتن أحمد عبد الرؤوف وجهازه المعاون، وكنت دايما بشيد بإدارة بلدية المحلة إنها متمسكة بالمدير الفني مع كل الظروف الصعبة اللي ممكن تكونوا واجهتوها في الدوري هذا الموسم. ولكن النهاردة بعد الهزيمة الثقيلة أعلنتم توجيه الشكر له. طبعا أنا بشكر كابتن أحمد عبد الرؤوف والجهاز الفني بالكامل اللي كان معاه، وكابتن أحمد عبد الرؤوف بعيدا عن العلاقة الشخصية اللي بيني وبينه كمان هو مدرب كبير وصاحب إنجاز وعمل تاريخ في نادي البلدية كبير جدا بعد العودة للدوري الممتاز بعد 16 سنة. كان شريك بمرحلة مهمة جدا جدا في تاريخ النادي، بشكره عليها طبعا وبتمنى له التوفيق باذن الله، يعني ان شاء الله من المدربين الكبار في مصر الفتره اللي جايه ان شاء الله. برحب طبعا بالكابتن احمد كشري وان شاء الله باذن الله بتمنى له التوفيق. مرحله زي ما انت عارف قلت صعبه، ولكن ان شاء الله باذن الله، يعني انا عندي ثقه في ربنا سبحانه وتعالى وفي الكابتن احمد كشري واللعيبه ان احنا هنقدر ان احنا نحقق التارجت بتاعنا وما نزعلش الجمهور مننا اكتر من كده ونقعد في الدوري الممتاز ان شاء الله. الكابتن احمد كشري على اي اساس تم اختياره لهذه المهمه؟ زي ما بقول لحضرتك هو كابتن احمد كشري طبعا مدرب قدير، يعني اكيد كبير وعنده تجارب مشابهه في السنوات اللي فاتت ونجح فيها باقتدار ان هو يقعد في الدوري الممتاز، فان شاء الله باذن الله ده يعني كان اكتر الحاجات اللي كانت مرجحه كفه الكابتن احمد كشري يعني لتكمله الفتره الباقيه في الدوري الممتاز يعني.